هذا الكرم الحاتمي، شكرا لكم. راك خرقتي القانون، راك خرقتي القانون. تقرر في لجنة الرؤساء انه يمكن للرؤساء الفرق فيما بينهم. خصش من اطار كاينه هذه العملية ديال فريق يعطي فريق اخر. طبعا اشكر سي الباكوري وعبره فريق احرار على هذا الكرم الحاتمي، شكرا لكم. نقاط نظام، تفضل اسيدي. انا بغيت نوجه سؤال، لان احنا بزاف القانون كيطبق، فاش من اطار كاينه هاد العمليه ديال فريق يعطي فريق اخر التوقيت ديالو، واش من نقطه في النظام الداخلي؟ شكرا سي المستشار. هذا في اطار ندوه الرؤساء تقرروا ذلك في اطار تعاون ما بين الفرق والمساهمه الفعاله في تمكين فرق فيما بعضها أن تتناول الكلمة، وهذا لن يضر أي شيء لأنه يندرج في إطار الغلاف الزمني المخصص لهذه الجلسة. السيد المستشار، بغينا نثبتوا انكم تسيروا الاهواء وانكم ما كتبغوش تسمعوا صوت المعارض. راه انتم اللي ما احترمتوش المجلس ماشي انا. واش اللي كيخرق القانون هو اللي راه اللي خرق القانون هو اللي ما كيحترم المجلس. راه ما راك خرقتي القانون، راك خرقتي القانون وكدوز مغالطات. لا مغالطات يا سيدي الرئيس، انا كنت نتمنى انك الجرأة ديالك تقول درت شي حاجه غير قانونيه. شكرا سيدي الرئيس.